ده. خلونا نجي للخرطوم، الخرطوم الصغيرة بمدن الثلاثة، الخرطوم وبحري وأم درمان، ولكل منطقة فيهم عندها خصوصيتها. ويكفي انه تغنوا ناس بحري لبحري وقالوا بحري سر الهوى، وقالوا في بحري ما قالوا، ويمكن اي ناس عندهم خصوصيه منطقتهم اللي بيحبوها شديد، والناس ام درمان ما بيقبلوا في ام درمان، حتى ناس الخرطوم هم بيمجدوا الخرطوم بتفاصيل مختلفه، وبرضه لاحقا بدت فيها كثير من الاغنيات. لكن خلونا نحن نمشي لمنطقه من رحمها اتولدت كثير من الفنانين والمبدعين والموسيقيين، واللي اخذت تفوج فوج ورا فوج وجيل ورا جيل من خلال الإنجازات بتقدمها في بحري تحديدا. وفي بحري خلونا نتوقف في محطة مركز شباب بحري. مركز شباب بحري عنده ذكريات كثيرة لكثير من الفنانين والموسيقيين وغيرهم من المبدعين في بلدنا، وعندها برضو ذكرياتها لناس بحري تحديدا لما يرتبط بهم من فعاليات موجودة فيه وفنانين طلعوا من المنطقة دي. احنا بنسعد جدا بأنه نتكلم عن مركز شباب بحري والتجربة المختلفة اللي كان عندها كثير من الإبداعات في بلدنا الحبيبة، واللي خرجت فنانين وعظماء من خلال هذا المركز. أحمد الرئيس، أهلا وسهلا بك. السلام والرحمة والبركة، والتحية للسادة المشاهدين، والتحية لهذه القناة أراد الشروق، هذه القناة الرائعة التي تتم بالقبائل الشباب عموما. يعني خلينا نمشي لبحري، رأيك شنو بحري دي؟ بيقولوا سر الهوى، بيقولوا كتبوا فيها كثير يعني، والناس بحبوها شديد، الكلام ده صح؟ والله بحري دي يعني زمان بيقولوا، أو قالوا الخواجة زمان قال العاصمة المثلث على ثلاثة أجزاء، أم درمان دي العاصمة الوطنية، والخرطوم العاصمة السياسية، وبحري العاصمة الثقافية. تمتاز بعدد كبير جدا من الناس مجال الغذاء والشعر والدراما وكل مجالات العمل الشباب والثقافي يعني. بعدين بيقولوا بحري دي هاد بتحفز المبدعين كده لأنهم يكتبوا، والفنانين يقدروا يغنوا، الكلام ده عندهم محبة خاصة لها. والله يا اخي يعني نحن دائما يعني زي بيننا تنافس بيننا وبين ام درمان في مجال الثقافه عامه. ام درمان دي طبعا ممتازه بالتلفزيون والاذاعه والمسرح وكذا وكذا، فبحر تمتاز بحاجات ثانيه اللي هو العمل الثقافي عامه يعني بعرف فيها تقريبا اكثر من قريب ال 20 شاعر، وأكثر من أسن عندي ملف شعر معينة لحد امبارح أنا مسجل 40 فنان من الشباب اللي هو بخش المركز بدرسوا. أما اللي بتخرجوا المركز زي على مستوى الولاية الخرطوم والولايات الأخرى عدد خيالي يعني كبير. يعني أنا أذكر لك مثلا من الفنانين القدامى بالنسبة للبحري الأستاذ صلاح المبادية، الأستاذ عبد الكريم الكابلي، الأستاذ خالد البشير، الأستاذ محمد برغني، سناي العاصمة، نور الجيلاني، عماد أحمد الطيب، وجمال فرفور، والشبارقة، والعنصر النسائي برضو زمان يعني زمان بدري كان أول فنانة معانا إلهام الشرق، بعد ذا جات على مر فترة معانا طويلة جدا عوضية عز الدين، عوضية عذاب، وأسف بنات مغنيات ماشيين في خط جميل يعني. جميل، بكري بتحتشد بالمبدعين يعني، وبيتزاحموا حوالينا كده صفوه من الفنانين ومن المبدعين، لكن مركز شباب بحري خلينا ندخل لجوا المساحه دي، المساحه الكبيره يعني، كبيره في معناها، كبيره في ما تقدمه، كبيره في تفاصيل اللي خلت كل المبدعين الموجودين في بحري او معظمهم هم يطلعوا من المدرسه دي. مركز شباب بحري أكثر من 50 سنة يعني يا أستاذ أحمد هي موجودة، وقبل الاستغلال ولا زال حتى الآن هو عطاء مستمر. أدينا تاريخ مركز شباب بحري. تاريخ مركز شباب بحري، المركز أسس سنة 53 قبل الاستغلال، وأسس على إنه نادي للصبيان، وتابع للدولة، كان تابع للبلدية زمان، محلية تابع للبلدية زمان، وتأسس عن طريق الراحل نصر الدين السيد اللي هو مشهور في بحري بإنجازات كبيرة جدا، خور نصر الدين السيد وكده وكده. فكان على شكل منتدى صغير أو زمان يسموه ليل السمر، وغيب ليل السمر دي في حيلة حمد، كان يعني زمان الفن الشعبي والنكات وحاجات خفيفة كده، فعزم بيلم الشباب كده أيوة، وفي شارع برة
ما كان لسه ما كان مركز لا لسه. فنادوا المستشار السيد يرحمه هو كان مدير تنفيذي او ضابط المجلس البحري وشرق النيل، حضروا يحضر الليله دي كده. فجاء حضير كده وقال يا اخواننا عمل ده عمل اصله ما المفروض يكون في الشارع، عمل شباب زي ده وحاجه زي تقدم في الشارع لازم يكون في موقع. فطور حضر القطعه الهسي فيها مركشافات، حضر لهم كان نادر الصبيان، حتى بعده طوال الخرطوم عمل مركشافات سجان كان نادر الصبيان برضه. فبدوا هناك الى ان جاء مايو في 71 عملت اول مره في استراحه السودان وزاره الشباب والرياضه، وقام النميري طلع قرار بانه تعمل مراكز الشباب هذا بثلاثه مراكز بحري ومدرمان والسجانه، بس ما شاء الله طبعا المراكز انتشرت كثير. فتحول لمركز شباب وبدا بعد ذاك يعني المركز كان عليه ضغط شديد جدا جدا يعني. حتى المرحوم صلاح طه كان مسجل للمركز تسجيلات كثيره داخل المركز، بيقدم يقول مركز ولايه السودان مركز شباب بحري، بس الشباب السودان موجود داخل المركز لحد الان يعني. انت طبعا ميزه هي نافعه هو موقعه على الشارع الرئيسي يعني، تزرق باب المركز تركب باب المركز تمشي اي حته في خرطوم تمشي. الحاجه الثانيه طبعا احنا يعني المركز ممتاز بحاجات كثيره يعني، ممتاز بعلاقات اجتماعيه واسريه لحد الان يعني ما انحصر بس على ناس بحري يعني، كل الفنانين طلع منه حتى فنانين ما موجودين وما ساكنين في بحري. عدد خيال البر بر الولاية خرطوم متخرج مركز بحري في مجالات كثيره، الغناء والموسيقى والدرام زي منو كده يا استاذ؟ العمل النسوي برضه تخرج زي منو من الفنانين اللي ما موجودين في بحري ما ساكنين بحري لكن برضه طلعوا من مركز شباب بحري؟ يعني ابدا لك انا مثلا صديق عباس الله يرحمه زمان، وزيدان قبل ما يروح البحر كان في العباسيه ومواصل معانا، و عوض الريح الله يرحمه، وعدد كثير يعني من النايب. لكن السبب شو بيجيبوا المركز؟ المركز كان في عنده فرقه موسيقيه ما شاء الله يعني تتكون من قريب ال 45 عازف. جميل. فرقه كبيره جدا موسيقيه يعني، وكان شكل خطوره على اتحاد الفنانين يعني، كل الفنانين كان بيجوا واصل نشاط داخل في البحر ولا خارج البحر في المركز بصوره ثقيله جدا حتى تتبرمج يعني ما بين اليوم ولا زول الفنان عشان يلقى يعمل له برود له قريب اسبوعين. عدد خيري جدا. جميل. احنا خلينا نتوقف في واحد من الفنانين اللي انا يمكن في بدايه الحلقه اشرت له لانه هو تجربه مختلفه، ويمكن السودان كله احتفى بمحمود عبد العزيز في بداياته لما طلع وحزن لوفاته وفقدانه، وقبل ايام قلائل كانت ذكرى وفاته. احمد الرئيس عنده تجربه خاصه مع محمود، سريعا كده ممكن احنا نقولها. هو محمود الله يرحمه يعني هو جارنا في نزال الجنوب نحن ساكنين بيننا شارع الزلط، وبيجي لاخوانه في البيت طوال هو صغير يعني ما كنت في الاساس ولا كده، انا بيجي خاشي بيدقدق في طريقه بدندن كده وكده، لما يجي هو بيسكت يقول له انت قاعد بتغني ولا شو؟ والله يقول لي عندي بدايه يا استاذ بغيت بدي احاول كده كده. فكنت انا دائما بنصح نصحته وبنصح فنان المواهب ده لما يجوا انه الدراسه والقراءه دي اهم حاجه، الفنون ده مجاله طويل وملحوظ. فهو طبعا عنده رغبه شديده في نفسه، هو قرا طبعا قرا لحد جمال عبد الناصر الله يرحمه. فقام جاء يوم المركز، انا ما نعرف كان ما يجي المركز كان صغير. فيوم بالصدفه جاء المركز غاشي و سمعته بيغني وقابل صلاح البياري والفرقه بتاعته كانوا في المركز قاعدين، فالاولاد سمعوه وقال يا اخي يا استاذ تعال اسمع الزول ده ولد صغير. لما يمشي عليه كده داير يقوم جاري يعني فوقف كنت اقول قلت له ما قال لي الزول ده صوت جميل خلاص قلت له. وبعد كده انطلق محمود عبد العزيز على كده يعني، وكان احتفاء السودان بصوت مختلف ظهر كنجم 86 يعني النجوميه بتاعته ظهر 86. احنا برضو عندنا افاده استاذ احمد، والله نحن شاكرين لك كثير يعني التفاصيل اللي انت اديتنا ليها عن بحري وعن شباب بحري، ولسه حنواصل في ذات الحوار مع استاذ معتصم ابو النجي.